النجاح له عدة عوامل، واحدة من أهم عوامل النجاح هو التخطيط ورسم الأهداف. نحن في شهر الخيرات، في شهر الرحمات، في شهر الكل يتسابق فيه في جانب العبادة. مهم جداً أنك أنت تضع لك أهداف معينة في عبادتك وفي جدولك في هذا الشهر، من قراءة قرآن، من صلاة، من عمل الخير، من الجلوس حتى مع العائلة، مع الكلام الطيب، مع حتى اجتهادك في عملك. هذه الأمور كلها تضاعف في الدرجات، وكما قيل إذا هبت رياحك فاغتنمها.